أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: متى يحصل البدء لليلة الجمعة ومتى تنتهي؟ ليلة الجمعة تبدأ بغروب الشمس، تنتهي بطلوع الفجر. ليلة الجمعة تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، والذهاب إلى الجمعة يبدأ من صلاة الفجر، يبدأ من صلاة الفجر الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ابتداء من صلاة الفجر، وبعض العلماء يقول من طلوع الشمس، على كلا القولين. نعم.